بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر الأدبي والعلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم درسا في النحو، وهو من التوابع النعت. نقرأ الأمثلة في المجموعة الأولى. أقلعت السيارة الكبيرة من الموقف صباحا. في هذا المثال نرى كلمة ملونة باللون الأخضر وأخرى ملونة باللون الأحمر. فالكلمة الملونة بالأخضر السيارة. جئنا بكلمة بعدها هي كلمة الكبيرة، السيارة الكبيرة. إذن كلمة الكبيرة جاءت لتبين صفة السيارة، فهي كبيرة. إذن الكبيرة صفة للسيارة أو نعت للسيارة. لاحظ أن السيارة اسم معرف بأل، والكبيرة أيضا اسم معرف بأل. السيارة علامة رفعها الضمة، والكبيرة أيضا علامة رفعها الضمة. السيارة تدل على المؤنث، والكبيرة أيضا تدل على المؤنث. السيارة واحدة تدل على المفرد، والكبيرة أيضا واحدة تدل على المفرد. لاحظ أيضا أن هذه الكلمة السيارة معرفة، وجاءت الكبيرة أيضا معرفة. فإذا جاءت الصفة معرفة بعد معرفة فهي توضح هذه المعرفة، توضح السيارة. صفة السيارة الكبيرة. إذن الكبيرة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأن السيارة مرفوعة أيضا وعلامة رفعها الضمة. فإذا النعت يتبع المنعوت فيه. السيارة مؤنث والكبيرة مؤنث للنوع. يتبع في التعريف السيارة معرفة والكبيرة معرفة. الإعراب السيارة مرفوعة والكبيرة مرفوعة. الإفراد السيارة مفرد والكبيرة مفرد. إذن النعت يتبع المنعوت في أمور أربعة: في العدد أي مفرد أو مثنى أو جمع، في الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور، في النوع مذكر أو مؤنث، في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفة جاء النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة جاء النعت نكرة. نأخذ المثال الثاني ونفعل فيه كما فعلنا في المثال الأول. نقول: اعتنت الأم بأولادها الثلاثة. لاحظ أن الكلمة الملونة باللون الأخضر هي أولادي، مجرورة وعلامة الجر الكسرة. الثلاثة صفة لمن؟ للأولاد. لاحظ أن الثلاثة دي أيضا مجرورة، فهنا نسمي الثلاثة نعت مجرور. لماذا؟ لأن المنعوت أولادي مجرور أيضا. فإذا تبعه في الإعراب وفي العدد وفي النوع وفي التعريف والتنكير. المثال الثالث: أخاف على نفسي من الغبار الكثيف. الغبار الكلمة الملونة باللون الأخضر الغبار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الكثيف نعت للغبار، وهذا النعت أيضا مجرور كالمنعوت الغبار، ومعرفة كالغبار الكثيف الغبار الكثيف. الغبار المذكر، الكثيف أيضا مذكر، وهكذا. يغضم الطفل جزءا صغيرا من الرغيف. جزءا، لاحظ كلمة جزءا،
اسم منصوب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة وجزءا جاءت لتبين صفة هذا الجزء صغيرا فهي نعت لجزء صغيرا منعوت نعت وجزءا هو المنعوت جزءا منصوب وصغيرا منصوب جزءا مفرد وصغيرا مفرد جزءا نكرة وصغيرا نكرة وهكذا جزء مذكر وصغير المذكر إذا تبعه في أمور أربعة العدد النوع الإعراب التعريف والتنكير في المثال الخامس استمعت إلى كلام ما صفة هذا الكلام جميل إذا هذه صفة أو نعت معبر كلام معبر إذا نعت آخر مؤثر نعت ثالث مجرور أيضا مثل ذي أيضا نعت قيمة كبيرة كبيرة نعت لقيمة بينما لاحظنا أن كلمة جميل ومعبر ومؤثر وذي أربعة نعوت جاءت لتبين النعت في الكلام صفة الكلام جميل ومعبر ومؤثر وذي قيمة إذن قد يتكرر النعت لمنعوت واحد لاحظ أن قيمة مؤنث وكبيرة مؤنث قيمة مجرور على مجرى الكسرة وكبيرة مجرور على مجرى الكسرة قيمة نكرة وكبيرة نكرة وهكذا إذن النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا نصبا جرا في العدد مفرد مثنى جمع في التعريف معرفة أو نكرة في النوع مذكر أو مؤنث نرجع مرة ثانية إلى هذه الأمثلة لاحظ أن النعت هنا كم كلمة النعت الكبيرة تدل على كلمة واحدة كلمة واحدة الثلاثة كلمة واحدة الكثيف كلمة واحدة صغيرا كلمة واحدة جميل كلمة واحدة معبر كلمة واحدة مؤثر كلمة واحدة ذي كلمة واحدة كبيرة كلمة واحدة إذن هذا النوع من النعت نسميه النعت المفرد لا نقصد به مفرد يعني كلمة تدل على واحد فقط وإنما هي مفرد بمعنى أنها لا جملة ولا شبه جملة أي أن النعت في هذه الأمثلة هو مفرد ليس جملة ولا شبه جملة واضح أبنائي الأعزاء لن نستنتج النعت نقرأ القاعدة النعت تابع ينعت اسما سابقا عليه تابع أي يتبع ما قبله وقلنا يتبعه في أمور أربعة الإعراب والعدد والنوع والتعريف والتنكير النعت تابع ينعت اسما سابقا عليه ويوضحه إن كان معرفة إذا كان جاء الرجل الفقير فالفقير هنا معرفة للرجل المعرفة فإذا هنا وضحته أما إذا كان نكرا نقول جاء رجل فقير فقد خصصته إذا النكرة إذا النعت إذا كان المنعوت نكرة فهو يخصصه وإذا كان المنعوت معرفة فهو يوضحه يطابق النعت المنعوت في الإعراب في التعريف والتنكير في التذكير والتأنيث أي الجنس والنوع وفي العدد نأتي الآن إلى المجموعة الثانية المثال الأول فهمت درسا أمثلته واضحة كما قلنا إن المنعوت هنا هو الملون باللون الأخضر والنعت هو الملون باللون الأحمر فهمت درسا ما صفة هذا الدرس ما النعت الذي أطلقته على هذا الدرس أمثلته واضحة لاحظ أن النعت هنا ليس مفردا ليس كلمة واحدة
وإنما لو قلنا أمثلة الدرس واضحة أصبحت جملة، جملة اسمية. إذن أمثلته واضحة تتكون من أمثلة مبتدأ مبتدأ واضحة خبر. إذن جاء النعت هنا جملة اسمية، إذن ليس مفردا. درسا ما صفته؟ أمثلته واضحة. لو وضعنا كلمة أمثلته واضحة بين قوسين قلنا أمثلة الدرس واضحة، أمثلة الدرس واضحة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. إذا لاحظ مرة ثانية أن النعت هنا لم يأتي كلمة واحدة وإنما جاء جملة اسمية. المثال الثاني، عرفنا لصا أقلع وشارب خمر نزع، وما عرفنا كذابا صار صادقا، وما عرفنا كذابا صار صادقا. عرفنا لصا، اللون الأخضر قلنا إنه المنعوت، أقلع هي النعت. أقلع ليست كلمة وإنما هي جملة فعلية، أقلع هو لأن أقلع فعل. إذن هنا النعت جاء فعل، جملة فعلية وصفت اللص بأنه أقلع. إذن نوع النعت جملة فعلية. وشارب خمر نزع، نزع أيضا فعل، فالنعت هنا لشارب الخمر فهو نعت أيضا جملة فعلية. وما عرفنا كذابا، كذابا منعوت. صار صادقا جملة فعلية لأنها مكونة من فعل في الفعل الناسخ صار صادقا. إذن نقول في المثال الثاني إن النعت لم يأتي كلمة واحدة وإنما جاء جملة فعلية. إذن في المثال الأول قلنا أن النعت جاء جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والثاني جاء جملة فعلية مكونة من فعل وفعل. في المثال الثالث، ألقى الشاعر قصيدة من أجمل قصائده. المنعوت قصيدة، ما صفة هذه القصيدة؟ من أجمل، من حرف جر، وأجمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن من أجمل صفة لمن؟ لقصيدة. إذن هنا النعت جاء شبه جملة ولم يأتي مفردا. إذن قد يكون النعت جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة جار ومجرور أو جملة شبه جملة من ظرف. رأيت عصفورا فوق غصن، عصفورا ما صفته؟ أنه فوق غصن. إذن فوق غصن ظرف وهو شبه جملة. نخرج من هذه الأمثلة بقاعدة إن النعت لا يكون كلمة واحدة هنا وإنما هو جملة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، أو شبه جملة مكونة من جار ومجرور، أو شبه جملة مكونة من ظرف ومضاف إليه. أنواع النعت، النعت عندي ثلاثة، إما مفرد كلمة واحدة نقول هذا عمل ما صفته نافع، أو جملة فعلية أو اسمية، جملة فعلية أو اسمية. يشترط في أن يكون المنعوت نكرا. طيب لو جاء المنعوت معرفة لا يصح، ينبغي أن يكون النعت المنعوت نكرة. هذا عمل ينفع الناس، لو قلنا هذا العمل ينفع الناس أصبحت جملة أخرى، أصبحت الجملة جملة أخرى. إذن حينما تكون جملة فعلية أو اسمية لابد أن يكون المنعوت نكرة وليس معرفة. هذا عمل ينفع الناس، صفة العمل ينفع الناس، هذا عمل نفعه عام أيضا جملة اسمية. فيه ضمير يربطه بالمنعوت، لاحظ هذا عمل ينفع الناس، أين الضمير؟ ينفع هو
يعود على مين؟ على العمل. هذا عمل نفعه، الهاء عائدة على عمل. إذن المنعوت ينبغي أن يكون نكرة، وينبغي أن يكون فيه ضمير يربطه بالمنعوت إذا كان النعت جملة فعلية أو اسمية. النوع الثالث من أنواع النعت هو شبه الجملة، الجار والمجرور أو الظرف. مثال: هذا طالب من فلسطين. من حرف جر وفلسطين اسم مجرور، ولا بد أن يكون أيضا نكرة اللي هو المنعوت. للشهيد منزلة فوق كل منزلة، فوق ظرف، إذن شبه الجملة ظرف. إذا أنواع النعت ثلاثة: مفرد، جملة، شبه جملة. مفرد كلمة واحدة، الجملة فعلية أو اسمية، شبه الجملة جار ومجرور أو ظرف. إذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل، إذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل جاز في نعته جمعه وإفراده. مثال: نقول هذه جبال شاهقات. شاهقات نعت لمين؟ لجبال. وجبال جمع، هل هو جمع لعاقل يعني إنسان؟ لا، إذن هو جمع لغير العاقل. نستطيع أن نقول هذه جبال شاهقات أو شاهقة، هذه مدارس مزدحمات أو مزدحمة، هذه شجرات متفرعات أو متفرعة. فإذا كان المنعوت جمعا لغير العاقل جاز في نعته أن يكون نعته الجمع والإفراد. لاحظنا في السنة الماضية في الصف العاشر قلنا في قاعدة في درس الحال أن الجملة، إن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لو قلت جاء الرجل يبكي، جاء الرجل يبكي، يبكي جملة جاءت بعد كلمة الرجل وهو معرفة، فهنا تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال. لو قلت جاء رجل يبكي، رجل نكرة، إذن يبكي هنا نعت. فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وهذه قاعدة لابد أن نحفظها دائما: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. أرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس، والآن مع تدريبات على هذا الدرس. تدريبات على النعت: نكمل الفراغات في الجمل الآتية بالنعوت المناسبة مع الضبط التام على غرار المثال. يحشر التاجر الصادق مع الأنبياء، هذا مثال، نقتدي بهذا المثال. يحشر التاجران، نعم، ماذا نقول مع الأنبياء؟ يحشر التاجران الصادقان. مثال الثاني: يحشر التجار، التجار من؟ الصادقون، لأنها تتبعه في الإعراب، التجار جمع والصادقون جمع، التاجران مثنى والصادقان مثنى. تحشر التاجرة الصادقة، أيضا هنا تبعها في التأنيث والرفع والتعريف والإفراد. تحشر التاجرتان الصادقتان. خامسا: تحشر التاجرات الصادقات. هنا التاجرات جمع ولا من جمع؟ جمع، لكنه يدل على مؤنث عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. إذا لا نستطيع أن نقول تحشر التاجرات الصادقة، لأن التاجرات جمع، جمع لعاقل، فهنا نقول الصادقات. المثال الثاني أو السؤال الثاني: نمثل على النعوت الآتية بجملة مفيدة لكل منها. نعت، نريد أن نأتي بنعت جملة فعلية. هذا طالب يبحث عن حل للمسألة. لاحظ أن كلمة يبحث هي النعت، جملة فعلية جاءت بعد نكرة،
لكن لو قلت هذا الطالب يبحث عن نكرة أصبح إعرابها خبر للمبتدأ هذا. نعت جملة اسمية، قمت بعمل، ما صفة هذا العمل؟ نتائجه مفيدة. إذا النتائج مفيدة جملة اسمية جاءت لتصف كلمة عمل، وعمل نكرة وليست معرفة. نعت شبه جملة، نقول فهمت درسا. كيف فهمت درسا؟ لا ما تنفع. إذا ليست إيش؟ حالا، وإنما درسا نكرة. فعن بعد هو نعت شبه الجملة ظرف. أما النعت المفروض المفرد فتقول فهمت الدرس الجديد فهما جيدا. إذا عندي النعت المفرد الجديد وعندي أيضا جيدا. المثال أو السؤال الثالث، نفرق بين كل جملتين متقابلتين فيما يلي من حيث الإعراب مع التعليل. الطالب النشيط محبوب. الطالب النشيط محبوب. فالطالب النشيط نعربها، الطالب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، النشيط نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. لمن؟ للطالب. مال الطالب النشيط محبوب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نقول الطالب نشيط، الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليس هناك نعت له، نشيط خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في المثال الثالث، جاء رجل يسأل عن عطاء. جاء رجل فاعل، يسأل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وعن حرف جر، وعطاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لكلمة رجل، لأن رجل نكرة. إذن يسأل جملة فعلية جاءت لتكون نعتا لكلمة رجل، فهي جملة فعلية في محل رفع نعت، لأن النعت يتبع المنعوت. جاء الرجل يسأل عن عطاء. ما الفرق بين رجل يسأل والرجل يسأل؟ جاءت هنا الجملة بعد معرفة، وهنا جاءت الجملة بعد نكرة، وقلنا أن الجمل بعد النكرات صفات، إذا الجملة هنا لابد أن تكون حالا. نقول يسأل فعل المضارع مرفوع علامة رفع الضمة، عن حرف جر، عطاء اسم مجرور علامة جر الكسرة، والجملة الفعلية في محل نصب حال. إذا الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. أبنائي الأعزاء، وبهذا نكون قد أنهينا درس النعت. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم ما فيه من قواعد. توفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس آخر. مع السلامة.